جامعة ظفار في عام 2004. جامعة ظفار حالياً تتكون من 4 كليات رئيسية، اللي هي كلية التجارة والعلوم الإدارية، وكلية الآداب، وكلية الحقوق، وكلية الهندسة، بالإضافة إلى البرنامج التأسيسي بالجامعة. تحتوي حالياً على أكثر من 57 برنامج مختلف على مرحلة الدبلوم ومرحلة البكالوريوس ومرحلة الماجستير، وكذلك برنامج الدبلوم التأهيل التربوي بعد مرحلة البكالوريوس. جامعة ظفار كذلك يوجد بها العديد من التخصصات الحديثة التي استحدثت قريباً وراح يتم تفعيلها بإذن الله تعالى خلال العام القادم، اللي هي بكالوريوس التربية مجال أول وبكالوريوس التربية ومجال ثاني، هذا بالنسبة لمرحلة الجامعية الأولى. كذلك بما يخص مرحلة الدراسات العليا، البرامج الجديدة التي استحدثت في الجامعة ماجستير الآداب في الدراسات الأدبية وماجستير العلوم في المحاسبة. يمكن للجميع التقديم للدراسة بجامعة ظفار عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة. كذلك جامعة ظفار قدمت العام الماضي 500 بعثة دراسية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، 50% تتحملها الجامعة و 50% يتحملها الطالب. سنوياً جامعة ظفار تقوم بتخريج أكثر من 1000 طالب على مدار الخمس سنوات. كلية التجارة والعلوم الإدارية هي إحدى الكليات الرائدة في جامعة ظفار، واللي تأسست منذ بداية تأسيس الجامعة وتسعى لتحسين جودة التعليم في إدارة الأعمال والمحاسبة ونظم المعلومات الإدارية والتسويق، وتتعدد برامجها من الدبلوم إلى البكالوريوس إلى الدراسات العليا في الماجستير. تسعى الكلية كما في بقية الكليات الأخرى في الجامعة إلى تطوير طلبتها وتزويدهم بالمعارف والمهارات للاستعداد لسوق العمل ورفد هذا السوق بما يحتاجه من متطلبات ليكون الخريج على أعلى تأهيل علمي وعملي يستطيع ممارسة العمل بشكل مناسب. ارتأت جامعة ظفار متمثلة في كلية الآداب والعلوم التطبيقية استحداث مجموعة من البرامج الجديدة للفصل القادم أو السنة الدراسية القادمة إن شاء الله. تعتبر هذه البرامج مثل برنامج المجال الأول والمجال الثاني للحلقة الأولى في التعليم الأساسي. تعتبر هذه البرامج برامج مهمة جداً لارتباطها بسوق العمل وتوفير فرص عمل للمعلمين العماليين في القريب القادم. تركز هذه البرامج على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية كمجال أول والعلوم الرياضيات كمجال ثاني. أيضاً تم استحداث برنامج ماجستير في اللغة العربية الأدب والنقد، وإن شاء الله سيتم فتح باب التسجيل وقبول الطلاب من الفصل الدراسي القادم. أيضاً يوجد بشكل عام بالكلية، كلية الآداب والعلوم التطبيقية، 8 برامج دراسات عليا، برامج ماجستير. تولي الجامعة اهتمام كبير بالبحث العلمي وتشجع الباحثين المدرسين الأساتذة على المشاركة والنشر في مختلف الدوريات العالمية وحضور المؤتمرات الدولية. أضافت كلية الآداب مجموعة من اللغات المختلفة للفصل الدراسي القادم للسنة الأكاديمية القادمة، متمثلة في اللغة الإيطالية والهندية والصينية والفرنسية كمقررات اختيارية للطلبة، حيث تساعد الطلبة في توسيع مداركهم اللغوية وتوسيع مداركهم وثقافتهم في المجتمعات الأخرى.